نتفرج على الرقص واللي بيحبوا الرقص واللي بيشجعوا الرقص ساعتها كبيرة قوي. أسف يا حبيبي. مبروك يا سعادة الدين، ربنا يوفقك ان شاء الله. كنت هايلة. ربنا يخليك. انت اسمك ايه؟ جمالات. سلام ما شاء الله، عاشت المسامي. اسمك انا مسمى صحيح. ان شاء الله هتنجح وتشوف وش جمالات عليك هيبقى ازاي. اكيد هيبقى عمر.
ربنا يخليك زغروطة كل الناس اللي بتحب تسمع. كنس كده مال في ايه؟ كله مية مية. ايه الاخبار يا هول؟ على يدك. الراجل راجع مبسوط ومزاجه 10 على 10. الله اكبر، 5 و5 علينا لنحسد. المهم شفته وهو بيكلمني؟ طبعا شفته يا اختي يا حبيبتي. ايه كان بيقول لك ايه؟ لا ما اقدرش اقول لك كلام يكسب يعني. بيقول لك ايه يا بيت؟ لا ما كانش بيقول لي حاجه، بيقول لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي كذا، قال لي النمره حلوه وانبسط من النمره يعني والرقص وكده. جمالات ايه؟ الالمونيا. ايوه نعم، الالمونيا دي بتاعتي انا يا حبيبي، الالمونيا دي انت اللي فيها، المصلحه دي بتاعتي انا لوحدي. قلت له يا بيت ده صوت نبح. وانا كمان طب حالة دم اكتر منك وصوتك نبح اكتر منك، في ايه؟ المصلحه دي بتاعتي لوحدي يعني بتاعتي لوحدي. نعم يا اختي المصلحه دي اسف. نعم اسف؟ لا يا حبيبي المصلحه دي بتاعتي وتحرق. قول نفسك يا حبيبي اختك عن اذنك. يلا بنت الجمالات. هو كان ضروري اتعلم رقص الخواجات ده يا حاجة؟ مش كفاية الرقص اللي اتعلمته في الموالد؟ الرقص اللي انت اتعلمتيه ده رقص بلدي، رقص عوالم. طب ده انا عليا هزة تويست ولا اجدع رقصة فيك يا مصر. الرقص ده ما ينفعش للاماكن الراقية. النهاردة احنا هنتمرن على التانجو. وده بيتحزموله ده كمان؟ خرب عقلك يا نوسة، هو ايه اللي يتحزموله؟ انت هترقصي مع واحد راجل. زي ما بيعملوا في السيما بالظبط، بس اسمها سينما مش سيما. سيمنا. سينما. سينما. ايوه بس اللي ارقص معاه ده يا حاجه لازم اكون بحبه. مش لازم تكوني بتحبيه يا عبيطه. الحياه الراقيه اللي هتعيشي فيها بعد ما تخرجي من هنا هيكون فيها حفلات كتير، وضروري حد هيطلبك للرقص، يا توافقي يا تقولي تعبانة. يعني لو حد كبة ولبط كده أروح قايله له أنا تعبانة؟ يا بنت بطلي الألفاظ دي بقى. رقصة التانجو دي بيسموها رقصة العشاق، يعني مثلا يجوز وانت بترقصي مع واحد كده تحبيه أو هو يحبك. ايه الكلام ده يا حاجة؟ هو الحب بالسهولة دي عشان لما أرقص مع واحد أروح حباه؟ ده انا ممكن ارقص مع 100 واحد ولا حد يقدر يمس شعره مني. ونوسة ما بتكدبش. برافو عليك، انا عايزاكي كده، قلبك يبقى زي الحجر الصوان يصد اي راجل عايز يدخل. مش نقوم نشتغل بقى؟ يلا يا صباح. نعم يا حاج. ابقي دوري لنا المزيكا. عيني. شوفي بقى، انت هتبصي لي وعينك في عيني، بس سبلي عينك شوية. ولما أعمل كده تعملي زي، ولما أعمل كده تعملي زي. حاضر. وبعدين بصيلي زي مرايتك بالظبط، وعشان تبرزي أنوثتك بص لضوافرك. مش كده، حد يبص كده في ضوافره كده اهو. أيوه كده، برافو. هاتي إيدك هنا على كتفي. ها؟ 1 2 3. بصيلي 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 ما تخافيش، بصيلي بصيلي في وشي زي ما قلتلك بالظبط. 1 2 3.